يلا نجهز. يا صباح الهنا والسعادة عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حابة اجهز معاكم دلوقتي وانا نازلة رايحة الاكوا بارك، فحبيت اوريكم البوركيني القمر اللي انا جبته من شي ان. طبعا انا كنت عملت لكم فيديو بيه قبل كده، بس كان فيديو مشتريات بس ما كنتش لسه لبسته يعني وكده، فحبيت اوريه لكم وانا لابساه. هو حلو قوي، عجبني قوي الالوان بتاعته زي ما شايفين كده، الوانه تحفة. كان في منه 3 الوان، الفوشيا في البينك في الابيض، والجري في الاسود في ابيض، بس عجبني قوي ده الازرق في اللبني، في الوانه حلوه عامله زي الوان موج البحر كده والسما، فعجبني قوي، خطف قلبي كده اول ما شفته فقلت لازم اجيبه. الماتيريال بتاعته تحفه قوي، قيمه قوي كده، تقيله، هي ووتر بروف، والتلبيس بتاعه سهل جدا، ليه سوسته كده. هو عباره عن 3 قطع في الدريس اللي فوق، يعني مش طويل اول قصير، هو عنده الركبه وليه ليجن لونه كحلي، والقطعه الثالثه الكشميو معمول من التول، الماتيريال بتاعته حلوه قوي وتلبيسه حلو خطير في اللبس، يعني انا ما توقعتش خالص ان هو هيبقى حلو قوي كده في اللبس. بتلبسيه بقى يعني زي ما انت عايزه، بالطريقه اللي انت عايزاها، ليه رباط كده، ممكن بتعمليه في يونكه كده من قدام، تعمليه كده بيبقى شكله حلو قوي، شكله شيك في اللبس. وممكن بتجيبيها كده تبقى على جنب، ممكن بتلبسيها بطريقة تانية كمان، تبقى جاية من هنا من فوق، ونفس الفيونكة هنا، او ممكن بتجيبيها من قدام برضو، بيبقى شكلها برضو شكلها شيك. ممكن بتربطيها على الرقبة كده، تبقى حلو قوي برضو في اللبس كده، وتربطيها على الرقبة كده، تعملي لها فيونكة، بتبقى حلوة قوي قوي في اللبس وشكلها شيك، وبيبقى ده شكلها كده، شايفين عامل ازاي؟ شكله تحفة تحفة، عجبني قوي، الالوان حلوة قوي. وجبت واحد تاني كمان هوريه لكم برضو دلوقتي، وده تاني بوركيني جبته من شي ان، هو عبارة عن قطعتين، اول قطعة الدريس القمر ده هو هاف نيك كده وليه سوستة، وعليه تطريز كده من على الجناب من هنا ومن هنا، وتطريز كمان على الكم، هو موديله طويل لغاية الركبة، شايفين طوله عامل ازاي، وعليه تطريز كمان على الحرف كده، يعني حلو قوي، شكله شيك قوي ومحترم قوي للبنات المحجبات، يعني طوله حلو، ضيق كده من هنا شوية، متكسم كده ونازل على واسع، شايفين واسع عامل ازاي، شكله حلو قوي. تاني قطعة البنطلون الليجن من نفس اللون برضو، هو بيبقى لون واحد، لون اسود، والتطريز بيبقى كده ابيض، الماتيريال بتاعته خطيره، يعني تحس ان هي تقيله كده، يعني لما بتنزلوا بيه الميه مش بتلزق خالص على الجسم، واسع وشكله شيك زي ما شايفين كده، شكله حلو قوي. ولبست عليه الحجاب السوري اللي هو القطعتين ده، البس معاه الشابو ده، شايفين لونه على ابيض كده وشكله حلو قوي، فيه زي دانتيل كده، شكله حلو قوي وشيك قوي في اللبس. وكمان كنت جايبه دول من شي ان برضو، هي مجموعه كده حلو قوي، شايفين لونها فيروزي في بيج في ابيض في سيلفر، شكلها شيك قوي، حلوه يعني مع البحر بقى ومع البول بقى، بتبقى شكلها ايه يعني شيك كده وحلوه. وخدت الشنطه دي اللي هي الخوص دي، وفيها جلد كده، وفيها اللون اللي هو الاخضر الزيتوني شوية ده، شكلها شيك حلو قوي في اللبس. وبتشيل بقى حاجات كتير، يعني هتشيل حاجات كتير معايا، وهلبس النظارة طبعا عشان الشمس، وبس وكده، ده الفاينل لوك.